تفضلوا سيدي مشكورين. وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي عبد الكامل، سيد مدير الشؤون الدينية، سيد رئيس البلدية، سيد عضو مجلس الشعب الوطني، وكل الحضور مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة ذكرى وفاة سيدي حميدة أستاذنا وشيخنا رحمه الله. أقول ذكرى ولكن هي أكبر من الذكرى. كيف نتذكر من لا يزال طيفه بين أعيننا؟ فلن ننسى أصلا حتى نتذكر. موضوع مداخلة هذه بعد الدعاء للفقيه رحمه الله أن يتغمده الله برحمته الواسعة، وهو الآن في فسيح جنان ربه جوار الأنبياء والصالحين. مداخلة هذه أتناول فيها بإذن الله دور الزوايا في الحفاظ على هوية هذه الأرض الطيبة، أرض الجزائر المباركة. بل أن أقول تعد الزوايا في الجزائر من أبرز المؤسسات الدينية التي كان لها دور كبير للعقول، إلى أن تحولت في فترة حاسمة إلى قلاع، إلى قلاع قومية تصدت للعدو المشترك للجزائريين كلهم. ولأهمية الدور الذي تحملته أي هذه الزوايا بكل شرف، عمل الاستعمار إلى محاربة الزوايا بكل الأساليب، وعمل على تشويه النظرة إليها ظنا منه أنه سيبشر مهمتها الروحية الوطنية هادئة ثابتة خطى، وهي كذلك إلى اليوم تؤدي دورها كاملا غير منقوص في الحفاظ على هوية الجزائر ومرجعيتها الدينية. أيها السادة، بداية ونحن نتحدث عن دور هذه الزوايا في المحافظة على الهوية الوطنية، أقول كلمة مختصرة عن مفهوم الهوية. يعرف العلماء الهوية على أنها مجموعة من المميزات التي يمتلكها الأفراد وتسهم في جعلهم يحققون صفة التفرد عن غيرهم، خصائص توجد في شعب تميزه عن شعب آخر. هذه الهوية. فالهوية الوطنية في كل أمة هي الخصائص السمات التي تتميز بها وتترجى روح الانتماء لهذا الوطن. فهي إذن الهوية عامل توحيد وتقوية الأمة في أفراد الوطن الواحد. فهل كان لزاوية التمثيل زاوية الفرق جامعة في الحاجة للتمثيل؟ أقول منهج زاوية التمثيل التجارية في الحفاظ على الهوية الوطنية.
وشي المنهج اللي خذاته وسطراته كانت تسير عليه زاوية التماثيل في الحفاظ على هوية الجزائر. سيدي الحاج علي التماثيلي رضي الله تعالى عنه كان صاحب رسالة ومهمة ربانية اجتماعية، وكان صاحب مشروع تربوي اجتهد بأسلوبه الخاص في إرساء قواعد وأسس تحافظ على هوية هذا الوطن، وذلك من باب الشعور بالمسؤولية أمام الله. ومجسد للحديث النبوي كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأبناؤه وأهله وخدمه من رعيته، وأحبابه ومريدوه رعيته، وكل أهل الجهة الشرقية بحكم البنوة الروحية من رعيته. قلنا أن الهوية ترتكز على ثلاث قواعد: محور الدين، مقوم اللغة، ومقوم الانتماء. أقول مقوم الدين الآن. الدين أهم عنصر واحد للشعب الجزائري، وأقوى رابطة تجمع بيننا كأفراد ننتمي إلى هذا الوطن. فالإسلام كدين سماوي يوحد ويجمع، يبث الفوارق ويعلو عن الانتماءات وينفي التعصب إلا للإسلام. عندنا مثال بسيط في تاريخنا الإسلامي: سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان كانوا قريشيين من سادة وأشراف قريش، إلى جانبهم كان بلال الحبشي، وإلى جانبهم كان صهيب الرومي، وكان سلمان الفارسي. الإسلام واحد والمسلمون كلهم شخص واحد. وبهذا الفهم عاش الجزائريون منذ دخول الإسلام إلى الجزائر جسداً واحداً. فالإسلام ليس عرقاً، وإنما هو قيم ومبادئ ومفاهيم. فالتربية التماثيلية جسدت هذا الفهم ورسخت قيم الدين، فبنى علي زاويته على هذا الفهم الصحيح للدين، وجعل من تحفيظ القرآن الكريم في زاويته ولكل أبناء الجهة دون تمييز أول أركان بنائه. فالقرآن يحمي ويجمع ويقوي أواصر الأخوة والمحبة، فتجد في زاويته متعلما أو معلما، العربي والحبشي والأنازيغي كلهم في حلقة علم واحدة وفي حلقة ذكر واحدة، كما يكونون في صلاتهم صفا واحدا. الدين في فهم التماثيلي غذاء روحي، سلوك حياة، ومعاملة بالحسنى، ونشاط جسدي يحفظ ماء الوجه ويعز كرامة الفرد. هو علم يصاحب المسلم إلى أن يبقى ربا. ليس شيء من كل هذا إلا في حدود ما أمر الله ونهى، كما قال سيدي الحاج علي التماثيلي: حد الله حد الله. الدين في التربية التماثيلية ليس فيه إلا لم الشمل وتوحيد الأمة وتقريب المفاهيم، وهذا منهج الشيخ صدحيل حفظه الله. فيه أن كل من أقر بالشهادتين قلبا وقالبا انسلخ من عرقه وأصبح مسلما وكفى، والتفاضل بعد ذلك بالتقوى. لما اقترب، أعطيك مثال، لما اقترب انتقال سيدي الحاج علي التماثيلي إلى ربه بالشيخ مالك بن عمر بعد ابن الفوائد في الفهم التماثيلي، جمع أولاده وخدمه في جلسة واحدة. الحاج لما خدم أولاده في جلسة واحدة، ماذا قال لهم؟ إياكم وإياكم أن تظنوا بأنكم خير من هؤلاء المبانين، يعني الخدم تاعو. المساواة، لا فواصل بين الناس، بل إنكم وإياهم عباد الله على حد سواء، إلى آخر الرسالة. هذا مقوم الدين. الآن مقوم اللغة. اللغة هي الوسيلة الوحيدة لفهم الدين الإسلامي.
لا يمكن أن نفهم الدين الإسلامي قرآن حديث بلغة أخرى، لا بد أن نعرف اللغة العربية. والأداة الوحيدة لأداء الشرائع الصلاة تكون بالعربية، أما نسك الحج تكون بالعربية. لذا كان تعليم اللغة العربية بمتعلقاتها الفقه والحديث والتفسير إلى غير ذلك. وشروع الحديث من أوليات التربية المسيحية الهادفة إلى تهدف وجه، مش هدف تاع التربية المسيحية، تهدف إلى وحدة الوطن بوحدة الدين، وحدة الوطن بوحدة الدين. الدين في التربية التمثيلية يدعم ويسهم في تثبيت مقومات الهوية معتمدا على مرجعية البلاد التي أثبت التاريخ على أنها جمعت ووحدت وسددت، مرجعية أساسها العقيدة الأشعرية والفقه البارحي والسلوك الصوفي. يقول ابن عاشر في عقد الأشعر وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السابق: وما كان مسلم في الجزائر يفكر في كون اللغة العربية غريبة. مش واحد يفكر بأن اللغة العربية غريبة في الجزائر، وإنما هي ملك للجزائريين المسلمين بأطيافهم وانتماءاتهم. وهذا الفهم الصحيح الذي صان البلاد والعباد منذ الفتح الإسلامي للجزائر ساهم فيه الزوايا بقسط نصيب وفير، وللزاوية التماثيلية حظ ملحوظ في ذلك. الآن العنصر الثالث وهو الانتماء، أو يعرف حاليا بالمقوم الأمازيغي. نعتز به كما نعتز بديننا ولغة ديننا وعروبتنا الجزائرية المركبة من العروبة والأمازيغ. ثانيا، عندما نتحدث عن مفهوم الأمازيغية كعنصر من مقومات الهوية الوطنية، فإنني أقول دائما أتحدث عن التربية والمنهج التماثيلي. أقول إن استحياء التماثيلي نشأ في وسط أمازيغية وغيره يتكلمون باللغة الأمازيغية، إذا فهو نشأ في وسط أمازيغية. ثانيا، أهل التماثيل حتى اليوم كانوا يتكلمون اللغة الأمازيغية، يعني هي جزء من شخصيتنا، جزء من مقومات هذا الشعب. الأمازيغية السائدة حتى وأباؤنا وأجدادنا تكلموا هذه اللغة. ثم إن الأمازيغية التماثيلية في زاوية التماثيل كانت متوازية في الاستعمال مع اللغة العربية والدين والقرآن، ما كانش حتى إشكال. إذا فمقومات الهوية الوطنية كانت مجالسة للسلوك التماثيلي محافظا عليها منذ أسست هذه الزاوية. دور الزاوية التماثيلية في الوحدة الوطنية، سلامة المجتمع ووحدة الوطن من أولويات المؤمن المسؤول. من باب ماذا؟ من باب كلكم راع. ومن الصواب والصراعات التي قد تحدث هنا وهناك لا بد من إخمالها، وإلا وقع في الفجر. مثال عن استحضار التمثيل دائما، لقد كان استحضار التمثيلي أو للتمثيلي دور بارز العام في مثل هذا البلاد، درءا للتمزق أو لتمزق المجتمع وانتشار الفوضى وتنقية البواطن من الإحقار. وهذا ما نحتاجه اليوم، أن نطهر بواطننا وتصفو أعماقنا ونخلص لله سبحانه وتعالى ولربنا ولديننا وتطبيقا لمناهج شيخنا الشيخ محمد عيد بارك الله فيه. ينشب بين قبائل وعروش مكسوف في زمنه. اسمع، اللي كاين فتنه راح توقع من بعض العروش، وهذا معناها لابد من توقيفه والا تسطع المجتمع. وش يكتب رساله بعث الحاج علي التمثيل رساله يعني وش يقول لهم؟ يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله على نص الرساله، بحمد الله يصل الكتاب الى اهل مكسوف كافه العروش الثلاث حمدي وعشي ومصرفي. ما قصدي في التسمية، بلغنا خبر عن
تحير وظن، تحرك الاهتزاز على المجتمع، تحرك وطن، تحير وطن، والنبض الشر يعني الفتنة بينهم وبين إخوانهم، مصطلح الأخوة لكن حاضر في التربية الروحية، بين يقصد أهل تغزوز، نبغوا أي نريد، وهذا الأمر، نبغوا تتركوا الشر، حد الله، حد الله، التزام بشكل، وهذا منهج تنسي. اللي يحب يقول على المنهج التماثيلي كتاب باب السنة أرسطو. هل ضرر ريادي من علي التماثيلي في القضاء على الشر التسطع المجتمع في بلاده؟ وقل عن مثل هذا عن بقية الزوايا الوطنية. وما هي الطرق الصوفية في الحفاظ على الهوية الوطنية الإسلامية ووحدة البلاد المقدسة؟ هذا كان من علي التماثيلي في الوقت. ونخفى على أحد الدور الذي يقوم به مشايخ هذه الزاوية منذ عصر الحجري إلى اليوم، كل حسب الحال والزمان والمقام والظروف. وقد تحدث شيخنا يعكام بارك الله فيه عن دور الشيخ صبي أحمد الشاني التماثيلي ابن الشيخ صبي حرمه، وأشوف ملاحظة قط أنا لا أقبل أن يقال الشيخ صبي أحمد بن حمام. الشيخ صبي حمام غوف وقطب يجب تسييده. فملاحظة بين قوسين فقط، هذا تصور، معذرة على كل حال. إذا قلت لا يخفى على أحد دور الشيخ صبي أحمد بن الشيخ صبي حمام رضي الله عنه في رفضه الطابع مشروع فرنسا فصل الصحراء حول قضية. يقول لي مركبية وعلى إفساد مناورات اتصاليين. قال وسادها مقادير من كثير عن دور الزاوية التيجانية خاصة في تعزيز وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، وفي المحافظة على وحدة البلاد أرضا، ووحدة العباد فكرا وعقيدة ومرجعية. ختاما أتوجه خصوصا ونحن في هذه الظروف في الجزائر إلى الشباب بالأخص. فماذا أقول؟ أتوجه إلى الشباب المسلم الجزائري فأقول: تنوع الثقافات ماكر في كثير من الأحيان. يقابلك الآخر غير المسلم المتفوق وأنت الضعيف، الجاهل وضعيف من طبعه أن يتبع القوي. أمامك عولمة تختلف السلوك والقيم، أنت تعيش الصراعات الفكرية الداخلية، هذا سني، هذا شيعي، هذا صوفي، هذا سلفي، الوقت يضيع منك وأنت لا تدري. فهل حاورت نفسك والحالة هذه إلى أين أنا متجه كشاب مسلم جزائري؟ أم الذوبان والتحلل في الآخر؟ أم إلى التفوق والانكماش السلبي؟ أم إلى المنافسة وإثبات الذات؟ لن أجيب مكانك، بل أتركك تناجي نفسك وترسم لنفسك منهجا يجعلك تنافس، تسابق، تتميز، وفيك من المؤهلات ما يكفي وزيادة. وقد قال شيخنا صبيح التجاني رضي الله عنه بسير زمانك سير. بعد أن كنت أقطعت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك الله. أيها الأخوة، أيها الأحبة، لم يستطع الاستعمار على مدى عقود من الزمان رغم صوته وصوته وخيله ورجله وماله ونفوذه، لم يستطع أن ينصر من النصرانية، لم يستطع أن ينصر عشر معشار الشعب الجزائري ولا أقل من ذلك، أو يسد معاملته، ذلك لأنه أي الشعب كان يتلقاه يتلقى دينه من منبع الزوايا الصافي ومعين المرجعية الدينية الراسخة الموحدة. أما
وقد تنوعت المشارف والمرجعيات وتكدرت وتداخلت وتضاربت وخبتت وتعفنت وكل يغني على ليلاه، فالنتيجه ما ترونها الحاد والتشيع وقاديانيه وعلمانيه وتكفير وتفجير وحوت ازرق يلتقي عقول بعض الشباب ويزج بهم في دوامه الافكار السوداء ثم الانتحار، ومجموعات اجراميه تحتال وتتاجر باحلام الاخرين منهم تلقي بهم الى التهلكه فيما يسمى بالحقه، ثم يعتبرون كل هذه الضوضاء صحوه مباركه، يعتبرونها صحوه مباركه، فهي حقا صحوه ام هو نوم في ضحوه كما قال لطخ سبحانه. وفي سوء هذه الانحرافات العقديه والفكريه والانزلاقات الخلقيه والاجتماعيه والتفكك الاسري، كيف يمكن لنا ان نوفر الاليات الناجحه لترسيخ مفاهيم الهويه الوطنيه في اذهان وتصور الشباب الجزائري والصوفي خاصه؟ وهذه اشكاليه نطرحها، وقد سبقنا الى طرحها سيدي بشير، نطرحها على سفير ولايه الوادي في البرلمان والنائب والاستاذ والامام الخطيب في جامع العزازله والمؤرخ حبيبنا استاذنا سيدي الهاب سالم، فليتفضل. شكرا الله لك. بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى عباد الله الصالحين في الأولين والآخرين وعلى المخلصين لأمتنا العظيمة إلى يوم الدين. أيها الجمع المبارك، يا عمار بيت الله من أنجاب الإمام سيدي الحاج علي التماسيلي قدس الله سره، السيد الفاضل المحترم مدير الشؤون الدينية والأوقاف ممثلا لواء ولاية الوادين صوف وريح سي الحاج عبد الكامل مقاديم الشيخ، أيها الإخوة شيبا وشبابا، تحية مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصل كل واحد منكم باسمه ولقبه وكنيته ومكانته الدينية والرسمية وقربه من ربه. وبعد، تجمعنا اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الرجل الصالح سيدي حميدة بن سيدي العيد الجمعي، رجل من أهل الله وأهل الذوق والشوق وحامل لواء الشريعة والحقيقة باقتدار وإخلاص، ذاع صيته في البلاد فتجاوز حدود الوطن. إخوتي، غطى سيدي حميدة رحمه الله عدة مساحات مباركة، فكان له حضور متميز إذا قدم الطريقة التجارية وكنهها وفلسفتها والأسس العلمية التي أقامها عليها القطب المكتوب والبرزخ المعلوم شيخ سيدي أحمد التجاري رضي الله عنه، وكان له رحمه الله حضور متميز إذا تحدث عن تاريخها
إنسانها والمواقف المجرفة للسلف الصالح فيها، ويشدك إليه رضوان الله عليه وهو يتحدث عن اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا ونثرا وسجعا، فهو يعد غزير المعارف فيها. أما إذا سألته في الفقه فانتظر الإجابة الشافية الوافية الوسطية التي لا إفراط ولا تفريط فيها على المحجة البيضاء. وإذا سألت سيد حميدة في السيرة المحمدية والحديث النبوي الشريف تلقاك هالة من النور الصامع الوضاء والحجة الواضحة والاطلاع الغزير. سألته يوما لماذا يا سيد حميدة هذا الترتيب في هذا الحديث الشريف؟ والمصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضائل شهر رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فأجابني إجابة العالم العارف الفيلسوف المدرك لمعارف أهل الله، فعلمت أن الرجل له نظرة ثاقبة وقد فتح الله عليه فتح العارفين الذين اختصهم الله بفضله، والله يؤتي فضله من يشاء بغير حساب. فله رضي الله عنه أجنحة عديدة مديدة بألوان زاهية القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف وشرحه والفتوى على المذهب المالكي والتصوف بلواء الطريقة التيجانية الراشدة والتاريخ الإسلامي، ومساهمته العالية تلبسة في ثورة التحرير المباركة، وعلاقته الطيبة مع جميع الأطياف وتنقلات دون كلل أو ملل. وسيد حميدة قبل أن بدء بالخليفة الراحل الشيخ سيدي أحمد بن سيدي حفص تمسيدي طيب الله ثراه، وكذلك الخليفة المبجل سيدي محمد البشير بن الشيخ سيدي العيد، وسار سير الفحول النشابة كما يقولها العراقيون، وسار سير الفحول النشامة المخلصين مع الخليفة الحالي بروفيسور الشيخ سيدي محمد العيد التجاني التماثيلي. كان الله سيدي حميد سارية مهمة في مشروعه المبارك والنهضة التي يقودها في عهده الميمون إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا، وسجل بكل هذا اسمه من نور على صفحات الذكر، والمرء ذكر بعده. أيها الإخوة أيها الأعزاء، أنا لا أريد أن أطيل وأن أختصر، آتي الآن إلى أن أقدم إلى حضراتكم زخات من مواقف الطريقة التجارية، وأبدأها بالحديث عن المؤسس الشيخ سيد حميد التجاني والهوية الوطنية. الشيخ سيد حميد التجاني رضي الله عنه أسس الطريقة التجارية على أسس علمية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قال رضوان الله عليه: زنوا كلامي بميزان الشرع، إن وافق اعملوا به وإن خالف فاتركوه أو أضربوا به عرض الحائط. وقال رضي الله عنه شخص التجاني: لنا قاعدة واحدة عليها تبنى جميع الأصول، أنه لا حكم إلا لله ولرسوله، ولا عبرة في الحكم إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقاويل العلماء كلها باطلة إلا كان مستندا لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل قول لعالم لا مستند له من القرآن ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل،
وكل مقولة جاءت مخالفة لصريح القرآن المحكم ولصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام الفتوى بها. الشيخ صالح التجاني رضي الله عنه أسس الطريقة التجانية على أسس علمية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وديننا الحنيف جاء بلسان عربي طويل. وأوجس سأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست العربية لأحدكم بأب ولا أم وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. ثم انتقل مباشرة لأنني أردت أن أعطيكم رؤوس خيوط لبدفي. انتقل الآن إلى مواقف الطريقة التجارية المحلية في الحفاظ على المرجعية الدينية وتحسين الشخصية الوطنية والحفاظ على الهوية ماضيا وحاضرا. وربحا لوقتكم الثمين فإنني أعتمد الإجازة وأعرض على حضراتكم رؤوس خيوط ومفاتيح مدرجات. أولها هذه الصورة الرائعة للقافلة الوافدة لربوع سوف صيفا من تماسين من زاوية تماسين إلى أول زاوية للطريقة التجانية بالغرب، فإنه يخصص الجبل الأول فيها لحمل أثمن وأقدس حمل وهو القرآن العظيم وصحيح البخاري ومسلم. وفقط ولا تنقطع في الطريق صلاة الجماعة، حزب الراتب، حلقة الذكر والدرس، كما سجل التاريخ المحلي أن الزاوية التجانية المباركة للأرض كانت حينما ترسل طلاب العلم للزيتون الميمونة كانت لا تجرى لهؤلاء الطلبة، لا تجرى لهم امتحان الدخول لأنهم يعرفون مدى غزارة معارفهم. أيها الإخوة، مباشرة أنتقل إلى الحديث عن الوقت الحاضر. الوقت الحالي فأقول بأن الخليفة الحالي للطريقة التجانية البروفيسور الشيخ سيد محمد العيد التجاني التماسيلي الذي يقود نهضة قوامها الحفاظ على المرجعية الدينية للأمة، وأعجز عن المذهب المالكي الذي له الفضل في توحيد المغرب العربي الكبير. تأملوا معي على شكل نقاط أسس النهضة التي يقودها الشيخ. أنه يقيم المدارس القرآنية بتثبيت القرآن العظيم في الصدور والتشجيع على حفظه في كل الأقصار وفي كل التجمعات السكانية، وإقناع الشباب بنهج العلم في جميع مراحل التعليم بالتميز والتدرج فيه وحصل الشهادات العلمية ونهج العلم بجدية، إشاعة المحبة واللحمة بين المؤمنين لأنه يؤمن إنما المؤمنون إخوة، وهو يدعو دائما إلى أداء الصلوات جماعة في المساجد وإشاعة روح التسامح، المساهمة في العمل الجمعوي وخدمة الوطن كله في مستوى المسؤولية الموكلة إليه، وبعث الاستقرار والأمن والأمان وعدم هدر الطاقة إلا في الأعمال المنتجة المفيدة. أيضا من مشاريع الشيخ سيد محمد العيد نشر فلسفة تقبل الآخر حيث أن الخلاف لا يفسد للود قضية. ثم التفوق في طلب العلم وجميع الأنشطة الحياة، وهو يدعو إلى التكوين المستمر للشباب بإقامة الدروس وإشاعة المعارف للجميع في الزوايا، ويشجع الشباب على الانخراط والتكوين والتدريب في مجال التنمية البشرية، وهو يدعو إلى التعامل الراقي والمعاملة السابقة المتحضرة بين المؤمنين، وهو يعتمد المذهب المالكي في جميع شؤون الحياة الدينية والدنيوية، وكذلك دائما يحض المدرسين على تدريس السيرة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الميامين للاقتداء بهم
والتشبع بما كانوا عليه. أيها الإخوة، أردت في ختام كلامتي أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن أسأل الله العلي القدير باسمه الأعظم وبنبيه الأكرم وبكتابه الأقوم وعباده الصالحين أن يرحم سيد حميدة ويجعله من ورثة جنة النعيم ويبارك لنا في عقبه. ونقول لهذه الأسرة الكريمة أسرة حميدة التي تعيش ظرفا خاصا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، فأنتم الخيار من الخيار. وآخر كلمتي الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. العام الماضي كان معنا إخوة حضروا معنا مثل هذا، البعض منعه المرض والبعض الآخر انتقل إلى جوار ربه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته ورضوانه إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيها السادة، ما زال معنا مداخلة ومداخلتين فقط ثم ننهي هذا الحفل الشريف. ومن أبرز تلاميذ الشيخ صدحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو فخر تغزوت والمنطقة بأجمعها بأكملها، وهو نفير تغزوت أيضا الإمام العالم بالله سيد أحمد بن سليمان الرابي التغزوتي التجاني. أدرك الشيخ سيد أحمد الأكبر وسافر إليه في عين ماضي وفي فاس، صحبه وأخذ عنه وشهد تفصيله، وصحب وخدم بعده خليفته القدس سيد حاج علي التمسيني، ثم أقام زاويته أي سيد أحمد بن سليمان في حياة الشيخ سيد أحمد رضي الله عنه الأكبر، قبل أن تقتحمها جيوش جلة الطاغية تبعها. ثم أعاد ابنه ضياء المقدم لحى إسماعيل الأستاذ يطلعنا على بعض جوانب الحياة العلمية والنضالية لهذه الزاوية ومساهمتها الفعالة في الحفاظ على مقومة الهوية والشخصية الوطنية. الأستاذ إسماعيل دحى، الخبر المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الفضلاء، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني في هذا اليوم المبارك وبهذه المناسبة الطيبة، وهي ذكرى السنوية الثالثة لرقيم الإمام والعلامة العالم بالله سيد حميدة ينبعي رضي الله عنه، تحت عنوان دور الطرق الصوفية بالجزائر في تعزيز الهوية الوطنية الطريقة التجانية نموذجا. إن مما يدهش الصدر ويسر الخاطر ويبعث الأمل في النفوس أن نجتمع أيضا هذا العام ونلتقي لقاء الوفاء والعهد لنتذكر رجلا من فحول الطريقة وعلما من أعلامها ترك أثرا إيجابيا واضحا في النفوس والقلوب وبصمة إصلاحية ظاهرة جلية على الأفراد والمجتمع. لقد جسد صاحب هذه الذكرى سيد حميدة ينبعي رضي الله عنه الرمز الأسمى والمثل الأعلى في مكارم الأخلاق، وخاصة في إصلاح ذات البين ووحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف وخدمة للناس والدين. قال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه الرجل
الرجل المعلم والمربي والمجاهد الذي أبرز على الهوية الوطنية محليا وعالميا مبتديا في سبيل تحقيق ذلك في آثار أسلافه الكمل الأماجد شيخ الطريقة الأبرز القطب المكتوم الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وخليفته ووارث سره الشيخ سيد الحاج علي التماسيني رضي الله عنه وخلفائه من بعده رضي الله عنهم أجمعين الذين لم يغفروا نزعا بحبة دين الله ولغة القرآن ونصرة الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته وهكذا سارت على نهجهم وخطاهم بقية الزوايا التجارية الأخرى في كامل أنحاء الوطن بل في كافة الأرشاد المعمورة ولم تحد زاوية السيد أحمد بن سليمان الرابح التصوت الصوفي عن هذا المسار الميمون بل كانت امتدادا فعالا له فقد كانت الزاوية عبر عقود ولا زالت لحد الآن المقدم سيد محمد الأخضر حفيظ سيد أحمد بن سليمان رضي الله عنه إذ نظر في كثير من العلوم والمعارف والفهوم وألف فيها الكثير من التصانيف المفيدة التي تناولت المديح النبوي والامتهالات والدعاء والزهد والتصوف وخاصة أشهر مؤلفاته منهج النجاة إلى جانب ذلك ديوان كبير في الشعر وفقه المالك وغيرها من شتى علوم الشعر الشريف كما ائتلف حوله من أبناء المنطقة وواظبوا على حلقات دروسه ودونوا أغلب ما تلقوه منه من علومه الظاهرة والباطنة فتخرج على يده ثلة طيبة صالحة حفظت العهد وأدت الأمانة أحبت الوطن وهويته ورموزه ومقوماته واعتزت بانتمائها إليه نذكر منهم سي بلقاسم غيوث سي عبد القادر بن السلطان سي مسعود شوقي سي الحبيب بن يحيى يحياوي الطالب أحمد عياشي وغيرهم كثر أيها الأحبة في الله لم يقتصر دور زاوية سيد أحمد بن سليمان بترصود على الجانب التربوي فحسب والديني بل شمل كذلك بجهد النضال الثوري ولا أقل على ذلك من المساهمة الفعالة لأبناء الزاوية في دورة التحرير الوطنية العظمى ونذكر منهم الابن الأصغر لمقدم الزاوية سيد محمد الأخضر المجاهد دحى المشري رحمه الله الذي لعب دورا بارزا وفعلا في مقاومة المستعمر الفرنسي كان قائد مجموعة فدائية حيث أسندت إليه كذلك مهمة جمع الأموال ألقي عليه القبض في شهر فبري سنة 57 و900 ألف وسجن في العاصمة ثم حبل بعد ذلك إلى سجن وسائق كسول وكانت له رحمه الله علاقة طيبة مع المشاهد الكبير سيد بن عمر نجد محمد الكبير نجد سيد محمد الكبير التجاري رضي الله عنه أحد أحفاد الشيخ سيد أحمد التجاري رضي الله عنه حيث سجن بمعيته بوسالة وأفرج عنه سنة 61 و900 ألف كذلك مساهما فعالا بالأخوة المقاتيل الثلاثة رحمهم الله في دورة التحرير الوطنية وهم المقدم بن عمر والمقدم الأخضر وشقيقهم الأصغر المقدم أحمد والدي رحمه الله الذي كان قائد خلية هؤلاء الثلاثة شاركوا ولا فخر في المجهول النضالي
وجمع الأسلحة والذخيرة لفارقة جبهة التحرير الوطني وإيصالها للمجاهدين في عقر دار المستعمر أي بفرنسا أي على التراب الفرنسي في سنتين أي بين سنتي 56 و900 وألف و57 و900 وألف. وكان القائد بن عمر رحمه الله كانت له علاقة بيتة مع المجاهد الكبير سيدي بن عمر نجد سيدي محمد الكبير التجاني، وكان يعمل معه في تيارة رفقة الطالب التجاني جبل الملقب الطويل. ولعل من نافلة القول التفكير بإيجابية ونجاح أداء الزاوية التجانية أثناء المحنة الوطنية السوداء أي العشرية السوداء، حيث كان سدا منيعا في وجه الإرهاب والتكفير ودرعا واقعا في مواجهة أفكار التطرف وضيق الأفق، وذلك بجماعة إرهابية مخربة قط شأنها في ذلك شأن كل الزوايا التجارية بل وكل الطرق الصوفية عموما في سائر التراب الوطني. ولا زال العطاء مستمرا إلى حد اليوم، والجهود مبذولة لتحقيق ثقافة السلم وإرساء قواعد الإخاء والمساواة في تثبيت الأمن في ربوع هذا الوطن من خلال البرامج التربوية والثقافية التي يسهر قائمون من أبناء الزاوية والأحباب على تنفيذها وتكريسها على أرض الواقع في إطار البرنامج الرائد الأمور الشامل لشيخ الطريقة الخليفة الدكتور سيدي محمد العيد التجاني حفظه الله ورعاه، والذي يهدف إلى إحداث نهضة علمية وفكرية وكذلك اجتماعية نوعية وعميقة تواكب التحولات والمتطلبات الراهنة وتواجه التغيرات والتحديات المستقبلية، ويعود نفعها وخيرها على كل فئات المجتمع عاجلاً وآجلاً تحت شعار بسيد زمانك سر. وفق الله ووفقكم الله وسدد خطاكم وزادكم همة وعزماً وتوفيقاً، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا. المداخلة الأخيرة بعنوان الهوية الوطنية في فكر خلفاء الطريقة بين التنظير والتطبيق، يقدمها لنا الأستاذ المحافظ بجامعة الوادي السيد حمدي محمد، وهو بصدد تحضير رسالة الدكتوراه تخصص التاريخ الحديث والمعاصر، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. السلام عليكم. لا أطيل، عنوان مداخلتي كما تفضل الأستاذ وهي الهوية الوطنية في فكر الخلفاء ومشايخ ورجال الطريقة التجارية والتنظير والتطبيق. على أي حال، الأخوة سبقوني في تعريف الهوية بمفاهيمها وبمعطياتها كما قدمت، ولهذا سوف أختصر، لكن سوف أتحدث بالمواد الدستورية الحضرية 3-4 في الدستور الوطني 2016، حيث الإسلام دين الدولة، ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية، ثم البعد الأمازيغي. البعد الأمازيغي أريد أن أوضح شيئا. الأمازيغ هم جزء لا يتجزأ من العروبة، وهم جزء لا يتجزأ من الإسلام، والدليل على ذلك الأعرابية والأمازيغية شيء واحد، لأن أم اللغات وجود منذ خلق الله سيدنا آدم. عندما عطس ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين. أول لغة بالوجود الحمد لله رب العالمين،
أمتهم. يقول تبارك وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك بأخيك. إذن الأمازيغية هي عرض من اللغة العربية، والشيء محتوى فيه، وهي جزء من كل، ولا يمكن لنا أن ننفصل عنها البتة. الأمر الثاني، لدي رسالة من الشيخ سليم التجلي رضي الله تعالى عنه. هذه الرسالة توضح بعد الهوية الوطنية في فكر رجال الطريقة وعند المؤسس بذاته. هذه الرسالة بعثها، أو هي عبارة على رد للشيخ سليم التجلي على رسالة بعثها سيدي محمد بن عبد الله الجيلاني الرهراني، وهو صديق الشيخ، زميل دراسته، وبعد ذلك أصبح تلميذه. أثناء طرد بيات وهران للمحتل الإسباني من وهران سنة 1791، كان سيدي محمد بن جيلاني يمتلك مجموعة من التلاميذ. هناك رواية تقول يفوق تعدادهم 200 تلميذ، ومؤخرا وجدت رواية تقول أنهم 413 طالب علم كانوا في رباط يدافعون على مدينة وهران برفقة الإمام الشيخ سيدي محمد بن علي الشارف، هو أحد أعلام الجزائر وإمام بمصونة، وكان يمتلك كذلك مجموعة من التلاميذ، وكونوا تحالف الأمثال الفرنسي. سيدي محمد بن جيلاني بعد سنة يطلب الدعاء من الشيخ ويطلب حضور همته معه، فرد عليه الشيخ بهذه الرسالة جزء منها، أنا قطعت جزء فقط، ويقول له: اسمع ولدي، إن هذا الوطن أمة، عن الجزائر، إن هذا الوطن أمة حباها الله بدين الكمال الإسلام، وخصها بلسان القرآن، وسيرها في طريق الأحسنين والإحسان، الأحسنين هم الكتاب والسنة، ولتعلم أن حفظها في طياتها بجدكم، حفظ هذه الأمة في طياتها بجدكم وعملكم لا بتدبيركم، إنما يدبر من يعلم عواقب الأمور، ومن لا يعلمها كيف يدبر وأي شيء يدبر. وفي آخر الرسالة يخبر بأن التدبير لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المختصر. فالشيخ سليم التجاني أضاف في بعد الهوية الرقعة الجغرافية، لأنها من مقومات الأمة خمس أشياء أو ستة أشياء: أولاً البعد الجغرافي، ثم الدين، ثم اللغة، ثم المصير المشترك، ثم الجنس. ولهذا في مباني رجال الطريقة، وأنا أقول في مباني رجال الصوفية، لماذا؟ لأن رجال الصوفية هم لا يتكلمون مثل ما نتكلم نحن، هم يتكلمون بناء على المقام، بناء على الحال. عند الصوفية المباني أربعة، تبنى الأشياء على أربعة، هذه قاعدة كونية في البناء. يقول الشيخ سليم التجاني رضي الله عنه: أركان الكعبة أربعة، النساء كم الأربعة، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، إلى غير ذلك. ويثبت هذه المباني أولي العزم كم؟ أربعة، وغطاؤهم التم الأخدس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه البادئ والآخر، هو أول المخلوقين وآخر المبعوثين. ولهذا هم يتكلمون من واقع الحال، كل إنسان يتكلم على حسب مقامه، فالمدير التنفيذي يتكلم بما هو فيه، ورئيس الدائرة يتكلم على حسب الوظيفة اللي فيه، والولاية، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، الكل يتكلم على حسب مقامه. ولهذا الشيخ سليم التجاني تكلم ببنية المقام، لأن الرباعية الكونية موجودة في ثنايا خطاب رجال الصوفية، وعلى رأسهم الشيخ سليم التجاني رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت الهوية الوطنية عندنا تنمي عن الإسلام، العروبة، البعد الأمازيغي أو ما يسمى البعد الأمازيغي في الجنس وفي اللغة، ثم الوطن الذي هو الرقعة الجغرافية، المحافظة على الوطن الذي هو الرقعة الجغرافية، وعنونه بأنه أمة، بمعنى أنها تحوز مقومات الأمة. نأتي للإمام التمسيري رضي الله تعالى عنه، لما دخلت فرنسا في 1830، الشيخ الحلال التمسيري قال له بأن فرنسا قد دخلت، فأكب على رأسه طربوش وقال: اللهم لا تريني نصراني أو من رأى نصراني. واحد. ولهذا من يقول أنا واحد. اثنين، سنة 1844 لما دخلت فرنسا إلى بسكر، وشاعوا الخبر بأن فرنسا قد دخلت بسكر، فجعل اسما أو دعاء وقال: اللهم ما لا تجعل لهم في أجسامنا لمساً،
لهم في أرزاقنا قسما، ولا تجعل لنا في ديوانهم اسما. يا من علم آدم الاسم؟ ما معنى لا تجعل لنا في ديوانهم اسما؟ بمعنى لا تجعلنا ضمن كنانيشهم وكتبهم وكراريسهم بأن نكون تابعين. كيف جسدوا هذا البعد؟ هذا البعد جسده الشفق التجاني. وانظروا إلى عملية المطابقة بينه وبين الإمام التمثيلي. جاء رجل الشخص التجاني يسأله كيف يربي ابنه، فقال له علمه جزءا من القرآن، حفظه جزءا من القرآن، وعلمه الكتابة، وعلمه الحفظ. انظروا إلى التطابق عند الشخص الحاج علي التمثيلي، المسيح والصبيح، الويحة والمسيح والصبيح حتى تخرج الويحة. لم يلد في هذا المنبر. كانت عملية التطابق الفكري تسير بتوازي في كلا الدارين، لأنها تحافظ على البنية، على بنية الهوية الوطنية. لماذا؟ لأنني إذا علمته ربطته بالإسلام، وإذا علمته اللغة عرفته كيف يتخاطب مع هذين من خلال الكتابة، وإذا علمته حفظة تركته يعيش حياة كريمة ذو كرامة مصانة لا يمكن لأحد أن يبتسمه في قسمه وفي عيشه. وهذا هو عزم ودينا لرجال الطريقة أينما حلوا. حتى لو طيل على أي حال، أختم بهذه المنبرة لأن الوقت يذهب الجميع. أختمها بقول الشخص علي بن عربي رضي الله تعالى عنه، هذه القولة يقول فيها التالي: مع كبار مسؤولي الدولة ورجال القطاع العسكري، سيدي علي بن عربي يختصر الهوية بالنسبة للجزائر، وماذا يقول عنها؟ يقول: الجزائر سفينة نوح، من ركبها نجا. الجزائر سفينة نوح، من ركبها نجا. الآن كيف نحافظ على سفينة نوح هذه؟ نحافظ على سفينة نوح هذه من خلال المحافظة على مؤسسة بنية الدولة. أي مؤسسة بنية الدولة، لكن روح الدولة الجزائرية، روح الوطن الجزائري ثلاث أشياء. إذا ضيعناهم ضيعنا الوطن. ألا وهم: أولا الأسرة الجزائرية، اثنين المعلم الجزائري، ثلاثة القدوة. فلا أسرة دون قدوة، ولا معلم دون قدوة. والقدوة يجب علينا طاعتها والالتزام بالأوامر وامتثال أوامرها وامتثال أوامر القدوة. فبضرب القدوات تضيع الأوطان والكيانات، بضرب القدوات تضيع الأوطان والكيانات. ابن
فيها كمال، كان وجود الأب الوالد الكريم مدير محمد الحافظ. يقدم له التكريم السيد بالهاد بن سالم بارك الله فيه. ثم جائزة أخرى لبعم العايش محمد حسن، وكان الوالد توفيق موجود، يتفضل يقدم الجائزة. عندنا تقديم مخصص ومرواد يرن من عمال هذا المسجد، رجل معرف بدين الخلق والتواضع الجم والإقبال على أعمال خيرية خدمة المسجد بتفاني وإخلاص. إنه أحد أبناء المسجد البررة، إنه السيد المبشر وأخونا الفاضل الحاج عبد الله الجوقي حفظه الله تعالى، يقدم له الجائزة. أسأل الإخوة مدير الشؤون الدينية والأوقاف تكريم جماعي سامحوني باش نعوضكم يا جماعه، الراجل يستاهل اكثر منك. سيدي سيدي احمد بن سيدي حميده مقدم سعد الكامل والمقدم سعيد احا، كذلك سيد رئيس البلديه والاستاذ بن سالم الهب. يتفضلوا كل رب جزيل خير ولبسوه المرموس، عندنا مرموس بارك الله فيك ولبسوه.
العشاء، عشروا في الرحبة بشكل جامع. أما إخواننا اللي بعثنا لهم دعوات مكتوبة يتوجهوا المدرسة القرآنية.